السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معي في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه مع رندا. درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة جميلة سهلة وبسيطة. غرزتنا النهاردة من الغرز المفرغة الصيفية، تصلح لعمل بلوزة سهلة جدا وبسيطة في نفس الوقت. الغرزة بتاعتنا عدد سلاسل البداية الخاص بيها بيكون من مضاعفات رقم 9. غرزتنا هي غرزة سنابل البف، يعني بستخدم فيها غرزة البف، وبتكون بشكل طبعا السنابل بتكون حلوة جدا وجميلة. طيب ايه اللي بستخدمه كمان من الغرز؟ بستخدم السلسلة وغرزة العمود بلفة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وغرزتنا بنشتغلها بلون واحد، كلها بتكون مكررة من سطر واحد. هشتغلها بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله، هنسيب مسافة من الخيط 10 سنتي، وبعد كده هلف الخيط على الهواء بالشكل ده حلقة، وبعد كده هدخل في الحلقة الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط هشده وهقفل عقدة البداية. عشان اكون مجموعة سلاسل بيكون عندي الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده. اول تكرار بالنسبة لي، كمان مرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهرجع تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمان مرة عشان تكون بس القطعة كويسة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالشكل ده. ارتفعنا التكرار اللي احنا محتاجينه اكتر من مرة. بعد ما ارتفعت عدد السلاسل بتاعتي هبتدي اشتغل داخل الغرزة او السلسلة رقم 12 غرزة بف. معنى كده ان انا بسيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وفي رقم 12 وهدخل واشتغل غرزة بف. زي ما احنا شايفين بيكون ازاي، بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل في الفراغ رقم 12، هدخل بقى ايه في الحلقة الخلفية الباك لوب مع المطب اللي في الخلف. ليه بعمل كده؟ عشان خاطر هشتغل غرزة فيها اكتر من لفة، فمش عايزة الحلقة الخلفية بس تتشد معايا ويكون شكلها مش مظبوط. هلف الخيط واخرج، اسحب بقى لفوق كده بالشكل ده لغايه ما اوصل لطول غرزه البف اللي انا محتاجاها. هرجع تاني الف الخيط، ادخل تاني في نفس الفراغ، الف الخيط واسحب واخرج، برفع لفوق كده مرتين، نلف الخيط وندخل فراغنا، نلف الخيط ونخرج، 3 واسحب لفوق، 4 5. عايزه تخليها ضخمه اكتر، منتفخه اكتر، اعملي كمان مرتين بالشكل دوت. هيكون معايا كام بقى حلقة؟ مفروض ان احنا بنعمل 4 بس انا حبيت اعمل واحدة كمان معاكم زيادة عشان خاطر تكون منتفخة اكتر. معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، لو لفينا 4 مرات هيبقى معانا 9. هلف الخيط واخرج من الحلقات بتاعتي كلها، بقالي حلقتين، طبعا بخرج من حلقات اللي هي بتاعت الباب بس، بخلي الحلقتين الاخرانيين الف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت، بكون كونت غرزة الباب بتاعتي. هرجع ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهنروح للغرزة اللي بعدها مباشرة اهي، واشغل غرزة باف كمان بالشكل ده كده، 1 في نفس الفراغ تاني، 2 3 4، بس استنوا عشان احنا ايه كده ما دخلناش في الفراغ نفسه كده، 4 5. كل الحلقات عندي الابره، بلف الخيط واخرج منهم ما عدا الحلقه الاخيره، كده بقى معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هنبتدي نسيب من تحت كام سلسله؟ هسيب 7 سلسلة، وزي ما انا سبت 7 سلسلة تحت هاخد بقى فوقيهم كام سلسله فوق. يعني انا من تحت بسيب 7 لكن من فوق باخد 1 2 3 4 5 سلسلة مسافه كده، 1 2 3 4 5. هنسيب تحتهم كام؟ هنسيب 7. انا 1 2 3 4 5 6 7، وفي رقم 8 برجع تاني اكرر غرزة بف اهي، رقم 7 بتاعتي، 1 2. طبعا لازم ناخد بالنا ان الحلقات بتاعتي تكون كلها ارتفاع 1 3 4 5. معايا كل الحلقات، هلف الخيط واخرج منهم كلهم ما عدا الاخيره، كده اتبقى لي حلقتين هلف الخيط واخرج منها. عندي 1 2 3 الشكل ده اهو، هرجع تاني في الفراغ اللي بعده على طول بقى اشتغل كمان غرزه باف كده، 1 2
ثلاثة أربعة خمسة في نفس الفراغ، ألف الخيط وأخرج من كل الحلقات ما عدا الأخيرة، كده بقى لي حلقتين ألف الخيط وأخرج منهم. تاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هنسيب من تحت كام يا رندا؟ هنسيب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وفي رقم تمانية هدخل وهشغل باف تلات سلاسل، واروح في اللي بعدها كمان واشغل باف كمان لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند، هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، واحنا كده في نهاية الراوند بعد ما خلصت اخر غرزة باف، باخد تلات سلاسل بس في النهاية، باخد بس تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، بنسيب من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي رقم خمسة بروح اشغل عمود بلفة واحد. طيب غرزة العمود نراجع عليها بسرعة، بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف خيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بيكونوا حلقتين، نسيب بقى واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي رقم خمسة بدخل بشغل غرزة عمود، بدخل الف خيط واخرج، كده معايا تلات حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا اتنين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده بيكون طبعا خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. هتبتدي تبان غرزتنا، وزي ما قلت لكم غرزتنا بتكون من تكرار سطر واحد، يعني مش هنختلف عن السطر اللي احنا اشتغلناه حاجة خالص. يعني معنى كده ان انا هشتغل تلات سلاسل وكمان عليهم ثلاث سلاسل مسافة، يعني الثلاث سلاسل الاولى انا ليه حددتهم قلت ثلاث سلاسل وكمان عليهم ثلاث سلاسل؟ علشان اول ثلاث سلاسل احنا طبعا هشتغل ست سلاسل، بس اول ثلاث سلاسل بعتبرهم عمود بلفة، والثلاث سلاسل اللي بعديهم هيكونوا مسافة ما بين العمود والمكان اللي هروح اشتغل فيه غرزة البف الاولى بتاعتي. وزي ما قلت كده ان احنا طبعا طالما في الاول بنشتغل عمود ثلاث سلاسل واروح اشتغل، في النهاية بردك هشتغل ثلاث سلاسل عمود في السلسلة طبعا عندي هنا اللي بتكون اخر سلسلة في العمود نفسه، يعني بسيب واحد اتنين تلاتة، وفي رقم اربعة بشتغل العمود بلفة بتاعي. يبقى نقول بسم الله كده واحد اتنين تلاتة، دول كده ارتفاع عمود، وبعديهم واحد اتنين تلاتة، دول المسافة ما بين العمود والمكان اللي اروح اشتغل فيه. بلف شغل الناحية التانية. طيب بروح اشتغل غرزة باف، ثلاث سلاسل غرزة باف. طيب ده بشتغله فين يا بنات؟ خلاص احنا كده يعني غرزتنا حددت، روح شايفين الثلاث سلاسل دول، هم دول اللي هروح اشتغل فيهم ثلاث سلاسل باف، ثلاث سلاسل باف، كاني بالظبط عملت ايه شكل حرف الفي دوت اللي تحت. هلف الخيط واروح مباشره هنا فوق الثلاث سلاسل كده، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة، معايا الحلقات كلها على الابره، الف خيط واخرج منهم كلهم ما عدا اخر واحده، اتبقوا لي اتنين، الف خيط واخرج منهم. باخد ثلاثه سلسله مسافه، واحد اتنين ثلاثه، وهناخد بالنا طبعا ان الثلاث سلاسل دول هما اللي بشتغل فيهم فوق غرزه باف، ثلاث سلاسل غرزه باف تاني. ارجع في نفس الفراغ اشتغل غرزه باف كمان كده، واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه، الف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الحلقه الاخيره، اتبقى لي كده حلقتين، الف الخيط واخرج منهم. زي ما احنا شايفين بصوا تبقى عامله زي السنابل بالشكل ده، متداخله في بعضها، وكمان بغرزه الباف. هناخد كام سلسله مسافه يا بنات؟ احنا تحت كنا بناخد خمسه سلسله مسافه، صح كده؟ نفس المسافه اللي كنت باخدها تحت هي هي اللي هاخدها فوق في كل السطور بقى اللي جاي. خمسه سلسله، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هسيب الخمسة سلسلة وهنروح فين يا رندا؟ هنروح فوق الثلاث سلاسل نشغل اتنين باف ما بينهم ثلاث سلاسل كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، الف الخيط واخرج من حلقاتي كلها ما عدا الاخيرة، اتبقى لي كده الحلقة اللي هي كانت اللي احنا سبناها والحلقة اللي طلعنا بيها، بقوا اتنين، هلف الخيط واخرج منهم. تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، لف الخيط وادخل تاني اشتغل غرزة باف كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. عايزة أقول لكم إن الباف الأساسية بتكون أربع لفات بس، ألف الخيط وأخرج من كل الحلقات ما عدا الأخيرة، وأرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين. خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بسيب الخمسة سلسلة وبروح أشتغل فين؟ فوق التلات سلاسل اللي ما بين غرزتين الباف كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ونخلص غرزتنا ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تاني في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واخلص غرزتي. بعد كده هاخد بقى كام سلسلة مسافة زي ما انا اخدت في الاول تلاتة، باخد في النهاية تلاتة، واحد اتنين تلاتة،
وباجي هنا بقى من تحت بعد كام سلسله، بعد بصوا النتيجه طبعا كده خلصت، بعد المسافه 1 2 3 وفي رقم 4 بروح اشتغل غرزه عمود بلفه 1 بالشكل ده اهو، زي ما انا اشتغلت طبعا في البدايه غرزه عمود بلفه وثلاث سلاسل، في النهايه برضك بيكون عندي عمود يعني ثلاث سلاسل عمود. هرجع تاني بقى بكرر، بشتغل 6 غرزة سلسلة، بعتبر اول 3 منهم عمود والثلاثه التانيين مسافه ما بين العمود والفراغ اللي هروح اشتغل فيه اللي هو فوق الثلاث سلاسل، بشتغل باف 3 سلاسل باف، 5 سلسلة باف 3 سلاسل باف، 5 سلسلة باف 3 سلاسل باف، 3 سلسلة عمود في فوق العمود طبعا اللي تحت. احنا طبعا هنا كنا مضطرين ان احنا نعد، ليه؟ لان احنا اساسا في النهاية طبعا كنا عايزين نسيب 3 سلاسل، وكانت نهايتنا بداية سلاسل الارتفاع، فما كانش عندنا عمود هنعرف ان احنا هنشتغل فوق، لكن احنا كده خلاص بقى عندنا هنا عمود وهنا 6 سلاسل، بنعد 1 2 3 وفي رقم 4 بشتغل العمود بلفة بتاعي. دي كانت الغرزة بتاعتي النهاردة، اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وكمان ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد مع رندا، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.